البنات غتسمعوا ليا مزيان وغتركزوا معايا مزيان وغتحلوا ليا داك العقل. ما يمكنش هادي عام، هادي 6 شهور، هادي 3 شهور، هادي شهر وانتي دايره الريجيم وحارمه راسك، ما كتاكليش، دايره لو جون انترميتون، كتاكلي ماكله صحيه، كتفطري معطل، كتعشاي بكري باش تطيحي شويه الوزن ويجي العيد الكبير اللي هو عندك اصلا فرصه كبيره انك تزيدي تطيحي فيه وانتي تنوضي تخربقي البروغرام ديالك وتضربي كلشي في الزيرو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 واموركم كلها على ما يرام. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هاد لا فيديو هادي، حيت اوليو غادي نعطيك واحد الفرصه، غادي نعطيك واحد الطريقه، غادي نعطيك واحد لي شانس اوليو ما غادا تغلاضي في هاد العيد، غادا تعرفي قسما بالله العلي العظيم غادا تزيدي تطلعي الحرق عندك وغادا تزيدي غادا تعرفي بما تحمل الجمله من معنى. اول حاجه العيد ما بقى ليه والو، انا قررت نبدا لكم هاد لا سيمين هادي بهاد لا فيديو باش نتوما تركزوا معايا وديروا قبل بحال اون موتيفاسيون غادي نعطيها لكم قبل باش توجدوا ليا راسكم نفسيا، توجدي ليا غير بسيشيكمو. انا ما غاديش نقول لك ما تاكليش وما غاديش نقول لك سدي فمك وما غنقولش لك ما تعيديش وما غنقولش لك ما ديريش وما تفعليش وما تركيش، غتاكلي وغتشوي وغتبخري وغتشبعي، اهم حاجه انك غتشبعي، وثاني حاجه انك ما غاداش تخرجي على البروغرام وعلى النظام الصحي اللي كنتي متبعه هاد الايام كامله. صراحه ما عرفتش اشنو كيجينا، ولكن حنا اون جينيرال المغاربه كاملين حتى انا معاكم كنكونوا كناكلوا اللحم العام كله. كيجي العيد الكبير كنديروا شي بهلان، كنديروا شي حماق، كنديروا شي تسقيه، وكاننا ما كليناش اللحم العام كله. كتولي تفطري بالشوا وتغداي باللحم وتعشاي بالكوتليت وديري الكوتي بداكشي اللي شاط من الشوا والكبده والتقليه المرزيه، هادشي كله خطر. داكشي علاش اون فوا كدوز يومين على العيد مصارمك كيبداو كيتقطعوا عليك، كرشك كتبدا كتقطع عليك. اول حاجه البنات، اول نصيحه غادي نعطيها لكم، اول حاجه البنات اللي كياخذوا تيزان ريشتر ستوب مدة 5 ايام، غادي نحبسو تيزان ريشتر. علاش غادي نحبسوها؟ حيت اصلا الغنمي كيدير لا دياري، الغنمي كيخربق لو سيستيم ديجيستيف. ما يمكنش انت غادا تجيك لا دياري ديال اللحم، المغرب كله كتجيه لا دياري، تقولوش لي لا انا ما كتجيناش، راه اي فوا كتاكلي ديك الكبده وديك التقليه صافي كرشك كضرك وتزيدي تكملي حتى بلي تيزان. مستحيل مستحيل مستحيل، داكشي علاش غادي نحبسو تيزان ريشتر المده ديال 5 ايام. ثاني حاجه واهم حاجه غتبداي معايا هاد الصيم اللي غنحط لك هاد الفيديو، هاد السيمانه غتبقاي غدا معايا في البروغرام، غتبقاي غدا معايا في الريجيم، غتبقاي غدا معايا في زيرو سوك، غتبقاي غدا معايا في بروغرام متكامل اللي انت غدا عليه غتحافظي عليه، ماشي تسمعي العيد قرب وتبداي تخربقي البروغرام، راك غتندمي وغتجي عندي من بعد وغتقولي لي شيماء راني طيحت 5 كيلو، جا العيد الكبير رجعت 6 كيلو، انا دابا الصيف قرب والكساوي اللي شريت ما جاوش قدي والكرش ولات قدا قداش. بشويه بشويه سلولي سلولي غتبعي معايا هاد البروغرام، غتاكلي وغتشوي وغتشبعي. اول حاجه قلت لكم غنكملوا هاد لا سيمين في البروغرام ديالنا، كتفطري حتى ل 11، كتفطري حتى ل 12، غتكملي فيها اون بون سورس ديال لي بروتيين لي ديتوكس، غتكملي فيهم داك البروغرام اللي دايره، البلا ديالك اللي كتاخدي مع 5 ولا مع 6 ولا مع 7 يكون متكامل، فيه اون سورس ديال لي بروتيين، فيه لي ليغوم اون سالاد، وفيه سورس ديال الكربوهيدرات، ولا سورس ديال الكربوهيدرات خاصها تكون ما فايتاش 50 غرام، ما فايتاش 50 غرام، روز، بات، خبز، زرع، اللي بغيتي، المهم 50 غرام هي اللي خاصك تكوني كتاخدي. غيجي نهار العيد إن شاء الله ومبروك عيدكم، غتخرج دواتكم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والخير والرزق، أهم حاجة الرزق. نهار العيد إن شاء الله أنا غادي نعطيه ليك جورني شيت ميل، يوم مفتوح كلي فيه اللي بغيتي، ولكن خاص ضميرك يبقى فايق. البنات ضمير
الضمير ولا ديسيبلين هي اهم حاجه، جوج الحوايج اللي كيخليوك تمشي في البروغرام. ما تجيش عندي من بعد وتقول لي شيماء كي درتي لديك الكريشه ما عندكش، شيماء كي درتي لداك الجنيبات ما عندكش، شيماء كتسد فمها، شيماء ما كتبقاش كتاكل حتى كتحس براسها غادا تفرقع، معيده في الدار، معيده عند طابيل مير، معيده عند ماماك، ما عرفتش مع من معيده، غادا تحاولي ما امكن قبل من العيد بواحد دو جوغ توجدي ليك لي صالات ديالك. الله يجعلك ما تشري دي بواط وتاخدي القرعه خيزو بطاطا شنو عاوتاني اللوبيا سي لا سيزون ديالها، القوق، جلبانه، الفول، اي نوع ديال الخضره اللي بغيتي غتقطعيها وغادا تبخريها في هذا في البرمه مع شويه ديال الملحه، وغادا تشدي ليا دوك لي بواط غتسد فيهم ليا في الثلاجه. انا هادشي غادي نصايبو معاكم، غتسد فيهم ليا في الثلاجه، غادي يبقى الروز ماشي مشكل تسلقيه او كور دو لا جورني، وضروري انك تاخدي الروز باش ما ضركش كرشك حيت الغنمي كيضر بزاف في الكرش. الفطور ديال العيد فطري كولي اللي بغيتي، ولكن بحال مثلا اتاي مسوس حافظي عليه، خدي اتاي مسوس. غادي نبارطاجي معكم واحد الكيك، الا كنتو انتريسي خليوها ليا في لي كومونتير، 100% صحي وكيجي بنين، جربته دو فوا كيجي رائع وما فيهش لي زانغريديون بزاف، ما فيه لا سكر لا دقيق لا زيت لا حتى شي حاجه. الا كنتو انتريسي خليوها ليا في لي كومونتير، ديريه في الصباح ديال العيد يقدر ياكلوا اللي داير الريجيم واللي ما دايرش الريجيم، حيت فريمون كيجي بنين كيجي واعر. غتفطري ليا بداك الكيك اتاي، ما عرفتش كل واحد وشنو كيدير في الفطور، بغيريره مسمنه حليوه وحيده الا تشهيتيها، وهانتي بخير. هادشي وقيته ديال الغدا، كلنا كنتغداو بالكبده مشويه، الشوا كيكون الشوا كل واحد وشنو كياخد في الشوا، المهم كيكون الشوا. حاولي ما امكن انك تاكلي بزاف داكشي اللي ما غيكونش فيه بولفاف، داكشي اللي ما غتكونش فيه الشحمه، واخا غير باش نقول لكم الشحمه ديال الغنمي راها دهون صحيه، راها مفيده بزاف، غير هي صعيبه وثقيله في الهضم ديالها، وكتضرب تماره في المصارن بزاف، كتضر في المصارن بزاف. الوغ حاولي ما امكن انك اول حاجه تبداي بها الحيمات، ولا تبداي باغ اكزومبل بكبيده، كليوه، كل واحد وشنو كياكل، المهم داكشي اللي كيكون في العيد. مع هادشي انتي موجده الخضيره ديالتك، غتحطيها كوم اون سالاد، وجدي ليك لو بلا ديالك، ولا كولي مع لا فامي اللي حبيتي، هذا غادي يكون الغدا ديالك. حاجه وحده اللي غنوصيكم عليها البنات هي المناضه، المناضه ما غناخذوش المناضه، غادي نعوضوها بعصير ديال البيتراف، ولا بعصير ديال خيزو والليمون، ولا غتعوضيها باحسن حاجه اللي هي اتاي مسوس. يا سلام يا سلام، وكيجي مع الشوا احسن من المناضه. وتا الا كاع الا جاتك ديك التخمه ولا حسيتي براسك تقلتي، خدي والماس، راه والماس بنينه، راه والماس زوينه، وكت فريمون كتريح ملي كتشربيها كتريح، غير هي ما تقويش منها حيت حتى هي راه فيها الغاز، وداك الغاز كينفخ المصيرنات اوتوماتيكمون كتخرج الكرش. وما تجيش عندي مور العيد تقول لي شيماء الصيف هذا خرجت لي الكرش، شيماء طيحت 5 كيلو وجا العيد رجعت 6 كيلو. حاولي انك تخدمي هذا، حاولي انك تحكمي في الرغبات ديالك وتحكمي في الشهوات ديالك، خلي ديك لا ديسيبلين عندك طالعه، خليك انسانه مواظبه. في الليل كاين اللي كيدير كسكس، وكاين اللي كيدير التقليه، وكاين اللي كيدير الراس مبخر، صراحه كل واحد والتقاليد ديالو. اذا كان ممكن انك ما تاكليش في الليل راه غادي يكون احسن، ولا بحال هكا تخلي غير واحد قطيب ولا جوج تاكليهم في الليل. كنتي واحد الانسانه اللي كتحماق على التقليه، حيت كاينين الناس بزاف ما كتعجبهمش التقليه، كنتي واحد الانسانه اللي كتعجبك التقليه بويسكو غادا تاكليها مره واحده في العام، حيت ماشي شهيوه اللي كنبقاو كنديروها ديما، كناكلوها غير في العيد الكبير، كوليها ما عنديش مشكل، غير هو ما تقويش منها بزاف، حيت التقليه بوحديتها راها واحد النسبه كبيره ديال الدهون، والناس اللي عندهم لاغوت، الناس اللي عندهم دهون ثلاثيه، الناس اللي عندهم كوليسترول، نسبه الكوليسترول طالع، راه ممنوعه عليهم منعا باتا ياكلوا التقليه، حيت فيها نسبه عاليه ديال الدهون ودهون اللي غير صحيه. كلي منها شويه، ما تنسيش انك غتاكليها بالخبز، يعني راه غتدخلي واحد النسبه كبيره ديال الكربوهيدرات في لا جورني ديالتك،
دوكو افيك موديراسيون. تعلمي كيفاش تذوقي من كل شيء شويه 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 باش تحيدي ديك لونفي اللي عندك، ديك الشهوه اللي عندك، وباش ما تهلكيش راسك وما تهلكيش المصرنات ديالك. حيت ما تنسيش ان كرشك ولفات واحد النوع ديال الماكله، ملي غادا يجي في العيد وتعطي هذاك الشيء مجهد بزاف راه شويه قاصحه عليها. ثاني عيد غادي يكون الفطور عندك اون بون سورس ديال لي بروتيين. ما غاداش دير ليا شي فطور ديال البهلان، ما غاداش تفطري ليا بالشوا، ما غاداش تفطري بشي حاجه اللي خارجه على المعتاد. غتفطري فطور صحي في الغداء، كل واحد وشنو كيدير، كاين اللي كيدير المروزيه، كاين اللي المهم على حسب الشهيه اللي نتوما كديروا. كولي منها غير هو، ما تاكليش منها بزاف، تعلمي انك تاكلي غير شويه وديري معاه اون سالاد، ولا كونتيتي الكبيره اللي تكون هي ديال لا سالاد، ما تخليش الخبز والتغماس يكون اكثر من الخضره. دابا غادي ندوزو سالة ثاني عيد. داز نهار العيد، داز ثاني عيد، الله يجعل بركه. راكي اختي كليتي وشبعتي وحيدتي الشهوه ديالتك من العيد، خلينا دابا مع الشوا ومع التبخار. ثالث عيد، كنتي باغا تاكلي الدجاج كوليه، كنتي باغا تاكلي الحب غتاكليه يا اما مشوي يا اما مبخر، بدون خبز، بدون منادى، بدون مواد حافظه. ما تنساوش واحد الحاجه وانا عارفه غادا تجي بزاف، غتقولي شيماء كتقولي لنا ديما ركزوا على البروتينات، ركزوا على البروتينات، ركزي على البروتينات، تاكليها باحتياج اليومي ديالك، لا كونتيتي اللي انتي محتاجه ليها. راه ما يمكنش انتي محتاجه 250 غرام بروتينات للحم ولا الدجاج ولا ما نعرف شنو وتنوضي انتي تضربي ليا كيلو با با با. ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه هذاك اللحم راه بروتين، ولكن راه لو كور ديالك غادي يمتص داكشي اللي محتاج ليه، وداكشي الاخر غادي يتخزن. علاش كاين دهون؟ حيت حتى هو غيتحول دهون، وفين غيتخزن؟ المشكله ان هذا اللحم هذا ملي كيتحول ليه دهون كيتخبى نيشان في الكرش ونيشان هنايا. خاصك تعرفي كيفاش تاكلي، شوي بخري ما نعرف اشنو ديري، حمري في الفران، حمري في الكوكوط، الكوتليت، tout ce que tu veux، ولكن خذي لا كونتيتي اللي انت محتاجه ليها، ما تفوتيهاش. نهار انا دو بريفيرونس عيد اثنين وثلاث، الاربع والخميس رجعي للسيستم ديالك، الجمعه خليه اوف حيت تبغي تاكلي كسيكسو على الكتيف، كوليه حتى هو شبعي فيه ماشي مشكل. حاولي انك ديري دو غوبا، الفطور يكون فطور صحي والغوبا الثانيه تكون هي كسكسو باللحم، شبعي فيها. السبت والحد البنات رجعوا البروغرام ديالكم، السمانه اللي جايه الحوت، الدجاج، اللحم اللي بغيتي، غير هو بنظام صحي اللي يكون متكامل. وحاولي انك تستغلي داك البروشيت وداك الشوا في لي بلا ديالك باش تزيدي طيحي لو بوا ديالك، ماشي تطلعي لو بوا ديالك. راه كلشي كيعتمد على الطريقه، راه نفس الماكله ولكن ماشي نفس طريقه الاستهلاك وماشي نفس طريقه ديال الطياب. ولا عرفتي كيفاش تستخدمي هاد الجوج غتربحي راسك وراحتك وصحتك وفورمتك وداكشي كامل. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد النصائح. ما تنساوش ديروا لي القليبات لتحت في لي كومونتير، وتشاركوا معايا حتى نتوما الا كانوا عندكم شي افكار ديال العيد، حيت راه العيد راه انا بحالي بحالكم كنبداو نتشهاو بزاف، خصوصا ملي كنكونوا اون فامي كنت كيبان لي كلشي كياكل، كتلقي حتى انت الفران. حاولوا حتى نتوما تشاركوا معايا النصائح ديالكم في لي كومونتير. غادي نخليكم في امان الله ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. موح عليكم، باي باي.